واحد بيقول اين ذهب حصان الشهيد ماري جيرجس؟ لان انا بخدم وبتدريس اعداد خدام وصرح لي بهذا السؤال. طبعا حصان ماري جيرجس لم يقم من الاموات ولم يذهب الى الفردوس كأي حصان في الدنيا، كفاية خد بركة ماري جيرجس أيام حياته وبعد كده كفاية عليه. وطبعا اللي بيسأل السؤال ده هيتكلم على حصان أبو سيفين وحصان الأمير تدرس ومجموعة الأحصنة المقدسة. ويسأل عن جمل أمبرويس ويسأل عن تعبان برسوم الأريان والحكاية مش هتخلص.